في إطار تبسيط العلوم بطبيعة الحال، هو بالنسبة لي للفراميل للسيارات الهيدروليكية بطبيعة الحال، وهناك مجسم بطبيعة الحال يبرز هذه التجربة لكي يفهم التلميذ كيف يمكن أن نستعمل الفراميل بطبيعة الحال للعجلات. إذن العجلة بالنسبة لنا هي هذا الديسك هذا، والاستعمال الفراميل هي هذه القضية. إذن نستعمل المكبس، لاحظ أنه ملي غادي نبرك على المكبس الأرجل الفرا بالريل، لاحظوا إذن وقف بطبيعة الحال. هذا الجهاز الهيدروسكوب بسطنا الطريقة ديالو، إذن كيف يمكن أن نبرز تجربته. لو ديسك ما يقدرش يوقف، لو ديسك ما يمكنلوش يوقف، ولكن ملي غادي نديرو هاد التجربة هادي هي، لاحظوا هاد الديسك في الدوران ديال هذا غادي يقدر يوقف. هنا الجيروسكوب هو بالنسبة للطائرة، هذا بالنسبة للطيار تيكون أمامه باش يعرف، لأنه هو في الفضاء، في الفضاء ما يمكنش يشوف واش كاين أرض ولا هذا، هو تيشوف قدامه غير واحد الفراغ، فكاين واحد النيفو تيبان له واحد النيفو واش الطائرة مائلة إلى اليمين أو إلى اليسار أو إلى غادية إلى الأعلى أو اليسار. إذا بهذا الجهاز هذا هو، ودائما كان بالنسبة للمعلم أو الأستاذ ديال الرياضيات كاين دائما كان تيعطوه واحد ربعة ديال الآلات، تيعطوه المسطرة وتيعطوه ليكير وتيعطوه دومي سيلاند ديسك منقلة، وتيعطوه البيركار وتيقولوا له قرر الرياضيات. هذا هو دابا المفهوم ديال الرياضيات. هنا الان حاولنا حنا نوجدوا له شي يعني مجسمات اللي يمكن له يقري، هذا سيرتو في الكوليج وفي الابتدائي، يقري كاع الاشكال الهندسيه بطبيعه الحال ويخرج منها لي تيوريم ولي زاكسيون بهذه الطريقه. اذا كاين عندنا اللي مثلث وكاين اللي عندنا مربع، واحد النوع ديال الابتكار هو انه يمكن ان ندرس الكهرباء بطبيعه الحال في كاع واحد بطبيعه الحال. هاد لابلاك هادي هي تحتوي على المانيت، بعدا تحتوي على هاد لابلاك وتحتوي على عده مركبات يمكن استعمالها خصوصا في الاعدادي وفي الثانوي وحتى في الابتدائي بطبيعه الحال، لكي يمكن تدريس الكهرباء بطريقه بسيطه. الموضه الان هي استعمال السياره الكهربائيه، فبالنسبه للطفل والتلميذ يا في المحيط ديالو غيشوف السياره الكهربائيه وكيلا يفهموا كيف تشتغل. اذا هنا حاولنا ما امكن ان نبسطوا له ما معنى السياره الكهربائيه. هي عباره عن اربعه عجلات وبطاريه ومحرك، وكان اللي تتحرك الان باقا ما وصلناش ليها، ولكن تتحرك بالطاقه الشمسيه، ولكن اللي مفهوم هي هذه هي البطاريه والمحرك الذي يدير العجله بطبيعة الحال. إذا هذا الآن، لأنه السيارة قديما كانت أول سيارة اخترعت كانت سيارة بالمحرك البخاري، ثم السيارة بالمحرك الانفجاري، ثم السيارة الهجينة الهبريد، والآن السيارة الآخر سيارة هي السيارة الكهربائية، لأن في دائما في تطورين بطبيعة الحال. والدليل على أنه أكبر شركة ديال السيارات الآن هي شركة تسلا، ولكن حنا الهدف ديالنا وهو نبسط ما معنى السيارة الكهربائية لهاد الناس اللي هما ما فاهمينش بزاف، فتنقول لهم راه السيارة الكهربائية ممكن أنك تنجزها أنت، يكفي أنه يكون عندك عجلات ويكون عندك المحرك ويكون عندك البطارية وتنجز واحد السيارة الكهربائية استنجو. في بعض المناسبات مثلا أنه كاين هناك طائرات تستعمل في ما يسمى بلي فولتيج في حركات بهلوانية، فالآن أنا درت فكرة، جاتني فكرة أن نستعمل جوج ديال الطائرات وغديتهم بطبيعة الحال بالطارية ودرت فيهم محركات صغيرة جدا للداخل، ما كانش فيهم محركات، وزدنا لهم هاد لي زيليس هادو، فعندما مثلا تشتغل بالطارية إذا تتقدر وتتحرك. دونك نوع ديال الحركة ديال الطيران بطبيعة الحال. البوب مقطع هنا بطبيعة الحال بيربونديكيلار، وهنا كاين واحد 45 درجة. إلا درنا هنا بطبيعة الحال بالتوازن، هذه دراسة التوازن، عندما مثلا ندرس توازن هذا الأنبوب هذا هو، هنا كان عندنا الوزن وحركة يعني لا رياكسيون ديال الطاولة، إذا هو في توازن، وكلا درنا له هكذا ما يقدرش يكون في توازن. إذا أش خصنا نديرو له؟ خصنا نشدو القطع ديال هذا ونديرو له هكذا، إذا هنا غيولي في توازن. ها
ولا في التوازن. إذا خلقنا واحد النوع ديال التوازن بطريقة بسيطة جدا اللي خص التلميذ يفهمها، على أنه عندما نحرك ما يسمى بمركز الثقل من مكان إلى مكان راه يمكن نخلق واحد النوع ديال التوازن. هذه الرافعات استعملوا القوة ديال الضغط، هذه معروفة أنه مثلا في لي شونتي في الورشات في المحيط ديال هذا تيشوفوا على أنه هاد لي بيل هاد اللي تتحفر الحفارة بطبيعة الحال، ولكن ما تيفهمهاش فما تبسطها له أنت وتديروا على أنه تستعمل هذا المكبس بالماء إلى آخره، تقدر ترفع وتدير هذه الرافعة هذه تتبسط لواحد النوع ديال الآلة، تخلق واحد النوع ديال الآلة اللي هي تحاكي هذيك الآلة اللي هي تتحفر بداية السينما بطبيعة الحال والرسوم المتحركة. فهنا كاين عدد ديال لي بيوني اللي هما فكروا في هذه القضية، إذا تديروا رسوم ورسوم بالتتابع بطبيعة الحال هنا وكاين هنا رسوم هذه هي، وكاين هنا واحد النوع ديال المرآة هنا ملي تندوروا تتبان على أنه هذاك العود إلا خصنا نشوفوا المرآة إلا شفنا تتولي عندنا العود، يعني خلقنا واحد الحركة أون أنيماسيون ديال الصور، ولهذا سميت الصور متحركة بهذه الطريقة هذه. الوغ هنايا عندنا هاد لاباراي هادي البيرمي دو ريسيكلي هاد لو بلاستيك، ناخذو لي بوتي اون بلاستيك اون لي ديكوب اون بوند ديال 7 سنتيمتر ولا ديال 5 سنتيمتر، وكنحاولو ندخلوهم من هنايا من هاد لا ريزيستونس، وكتشوفي من هنا وكتخرج سو فورم دو فيلامون، وهاد لي فيلامون بحال هاد الشكل اللي كيمكن لينا نخدمهم في لامبريمون 3 دي. لا حطيه هنا بيان سور راه سخونيه راه سخنات دابا، هيا هنا كتعطيك هاد الحمر اللي هنايا تيعطيك لا تمبيراتور لي ميزوري 81 دوغري، وهنا لا كونسين اللي هي 105، يعني غنوصلو حتى ل 105 عاد نحبسو، ولكن حنا دايرين واحد لا فوس ميزور هنايا. علاش؟ لان خصنا حنا نسخنو هادي حتى ل 200 دوغري. عندنا مثلا هادو هما لي فواتور، اون فوا كديماري هنا كيعطيك لو نومبر دو بلاس 4، هنا كيعطيك لو نومبر دو بلاس 4 ليبر، يعني 4 ديال لي بلايص ليبر هنايا. كتجي لهنا كتدخل لافواتير الاولى، كتهز لا باريير الا كانوا بلايص خاوين، كدوز حطيتي هاد الاولى هنايا ياك، تجي ثاني للثانيه حطيتي الثانيه هنايا، مثلا جيتي حطيتي الاخرى هنايا خصو ماركي صفر، ما بقاوش لان درت شي مانيبيلاسيون. الوغ الا بغيت نخرج مثلا الا خرجت يوليو العدد ديال البلايص زايدين، شتي؟ ولا عاود دخلت غادي صافي عمر مثلا الباركينغ، ياك جيتي بغيتي تدخل طوموبيله هنايا ما يمكنش تدخلها، تيقول لك باركينغ فول. وهاد لافونتاج ديال هاد لاماكيت هو ما عندناش لي ديتيكتور في كل بلاصه هنا، بليطو عندنا غير جوج ديال لي كابتور يمكن لينا نديرو العدد البلايص اللي بغينا، هو كان اوبيراسيونيل وخدام. عندنا هنا هاد لو سيرفو كيهبط باش ناخذوا لا بياس، وهذا كيحل مصوفه من الالومنيوم كتيري بحال هكذا كيتسد وكتعاود تهز لا بياس. انا فايت صوبت واحد البروجي بحال هذا الشكل سيميلار اوبيراسيونيل هنايا، غير ما انا الهدف ديالي نيليستري غير البانس فوالا. هنايا هاد لو بروجي هذا روبو ا باز دو او اس بي 32 كام، هاد لو سيركوي المشكله ديالتو هي انه شويه ديليكا مع الواي فاي، مره يكابتي مره ما يكابتيش، ولكن تيكابتي الواي فاي وكيمكن لك تدخل بالتليفون ديالك وتكونترولي الروبو وهو كيشوف بالكاميرا. هذا الروبو هذا راه شفناه، يمكن لينا نديرو لا ديمونستراسيون، نديرو واحد شويه لا ديمونستراسيون. الوغ عندنا هنا يمكن لينا نزيدو في السرعة تي ملي يجري هنايا لابليكاسيون إلا بغيتي تشوفها بغينا نديرو سويفور دو لين، دونك عندنا هنايا تنديرو هذا وتيبدا غادي سويفور دو لين فوالا، كيبقى اوبيراسيونيل خدام.
كاينه اون تي اش تي تري هو طونسيون هذيك لا تري هو طونسيون كتشعل النيون اون لير بالنسبه لا ديستانس هي تتقرب راه ممكن ها تشوفها تشوفها واش ممكن زعما على حساب لا بويسونس على حساب لا بويسونس لا 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 لو شون لو شون مانيتيك الكترومانيتيك تيكون قريب بزاف هنايا شتي لا بالنسبه لديك لا بوبين واش نزيدو نقدروا نزيدو الا درتي بوبين كبيره غادي تعطيك انرجي من اتساع ولكن بالنسبه ل... ولكن تزيد تا لا بويسونس شي دونجي بالنسبه ل... لون زعما لا لو دونجي ما توشيهاش بيدك باش ما يضربكش الضو راه يضربك الضو ولكن سون فيل هذا كيعطي شارجور دو جي اس ام سون فيل الا درنا هاد لا بوبين هادي بار ان في الكترومانيتيك كتشعل هاد البوله هاد لا ليد هنايا كتشعل وتيمكن لينا نشارجيو التليفون انا غير باش نيليستريو هاد لو فينومين ديال لا شارج نبرونشي مثلا هذا بحال هكذا وغادي نجي نحط بحال هكذا وغيبدا يتشارجا شويه غيبدا لك راه كيتشارجا التليفون فوالا هنايا هذا كاين شي ادار درنا بور ايليستري لو فينومين عاوتاني ادار الا كنتي مثلا في شي بلاصه نائيه وما عندكش الضو كتجينيري الالكتريسيتي اللي بغيتي نيشان لو جينيراتور ولكن اغرافيتي اون يوتيليزون لا غرافيتي كيفاش كنديروا هذه العمليه تو سامبلومون غادي نشارجيو هذا البوا هذا هنايا وكيكون عندنا واحد العلوم معين الوغ هاد العلو تيكون عندنا واحد العلو معين كنحاولوا باش يهبط كتشعل البوله بلاتي دونك خاص يكون واحد العلو بيان سور كبير باش تبقى خدامه.